الخلق ونحن أذمهم، نرميهم بالنواقص ونحن المتلبسون بها، نصفهم بالكذب ونحن أكذبهم، نقول بخلاء ونحن أبخلهم، نقول طماعون ونحن أطمعهم، نقول غادرون ونحن أغدرهم. كيف وصل عمى القلوب في بعض الخلق أن يتهم غيره بما هو فيه؟ لو كان مثل هذا موفقا لانشغل بعيوبه عن عيوب الخلق ولسأل ربه العافية. وفي الحديث من قال هلك الناس فهو أهل.